بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، مع ثلاثة خمس هذا اليوم خميس الموافق 2/5/1442، سوف يتم تدشين مشروع الكشفي الوطني لحماية البيئة 13 على مستوى تعليم صبية للبنين. طبعا 13، لماذا 13؟ تأسست المهرجان الكشفي البيئي 1430 على يد الملك عبد الله رحمه الله قادم الحرمين الشريفين في مسابقة رسل السلام. من هذا التاريخ حتى الآن يدشن سنويا على مستوى الوزارة. يستمر هذا المشروع على مدار 3 أشهر. حقيقة يعني أنا سعيد جدا بتشريف الأستاذ منصور المساعد للشؤون التعليمية وزملائي مشرفي المكتب والقادة الكشفيين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر ويوفقنا لكل عمل ينفع أبناءنا الطلاب. حماية البيئة مطلب وطني ومهم، وخاصة في ظل هذه الجائحة، جائحة كورونا. البيئة مهمة جدا، النظافة مهمة جدا، المحافظة على البيئة مهمة جدا. البيئة بالنسبة للطالب موجودة في كل مكان، البيت هو بيئة، المدرسة بيئة، الحي بيئة، الحديقة بيئة، فالبيئات متعددة ومهمة جدا حمايتها والعناية بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا البرنامج من البرامج الداعمة لعملية التعليم والتعلم، أيضا هذا البرنامج من البرامج الهامة لوحدة النشاط والإدارة، وكون الكشافة قسم من الأقسام المهمة والتي تدعم برامج مختلفة في البيئة. وهذا البرنامج دليل على العمل المستمر لهذه الوحدة. شكرا لكم يعني أعطره في هذا الصباح، وشكرا للأستاذ مصعود وللأخوان في قسم النشاط لكم جميعا أيها القادة، ونسأل الله أن نراكم في مناسبات أجمل وأجمل في قسم النشاط. أشكر زملائي القادة بالتعاون معنا لإنجاح هذا البرنامج إن شاء الله، تزويدنا بالبرامج والفقرات الممتعة. شكرا للجميع الحضور، جزاكم الله ألف خير. ستبنى بنا الأرض غربا وشرقا إذا ما رغبنا العلا المستحقة. تطوع بالجد فكر وكف لدرب النجاح مع الصبر شاقا. فبالخير نسعى إلى الغير دوما، وعند الإله لنا الخير أبقى. ترى المتطوع ثغرا بسوما، وقلبا نقيا من الحب يسقى. ونحن سمو سمونا بفعل أحال المحبات للخير عشقا. سنبني البلاد بروح التفاني وسير على منهج ليس يشقى، وسير على منهج ليس يشقى. ستبنى بنا الأرض غربا وشرقا إذا ما رغبنا العلا
على المستحق تطوع بالجد فكر وكف شباب شيوخ رجال نساء ومن كل فرق غدا الكل أرقى سيأتي الغد الحر حين نمد إليه من الوصل حبا سيبقى وينشأ جيل من الوعي حر بدين التعامل يصنع فرقا وينشأ جيل من الوعي حر بدين التعامل يصنع فرقا بدين التعامل يصنع فرقا كشافنا والهوى صبيا كشافنا والهوى صبيا وسام فاخر السعودية وسام فاخر السعودية كشافنا والهوى صبيا كشافنا والهوى صبيا وسام فاخر السعودية وسام فاخر السعودية في بيئتي أسكن وأحيا في بيئتي أسكن وأحيا ولها الصداقة حقيقية ولها الصداقة حقيقية في بيئتي أسكن وأحيا في بيئتي أسكن وأحيا ولها الصداقة حقيقية ولها الصداقة حقيقية هما شبابي يا شباب هما إما شبابي يا شباب هما كشاف صابية في القمة كشاف صابية في القمة إما شبابي يا شباب هما إما شبابي يا شباب هما تعليمي صابية في القمة تعليمي صابية في القمة